قصة شجرة تنزف دما من 50 مليون سنة حتى الآن. شجرة جهنم، دم العنقاء، دم التنين، شجرة عرحيب وأرخبيل، دم الأخوين، كلها أسماء لأغرب الأشجار الموجودة على سطح الأرض والموجودة في اليمن. تتميز بشكلها الغريب وصمغها الذي يشبه الدم البشري والذي يستخدم في أغراض طبية وصنع الأعشاب التقليدية والبخور، وقد نسج حولها الكثير من الأساطير. وسوف نحكي هنا قصة شجرة اليمن الغريبة والتي ظهرت بأكثر من 50 مليون سنة وفقا لما أكده العلماء. الشجرة توجد فقط في أرخبيل سقطرة الموجودة على سواحل المحيط الهندي في اليمن. هي شجرة فريدة من نوعها والوحيدة في العالم التي حصلت على أسماء عدة بسبب نصغها وصمغها التي تشبه الدم البشري الأحمر الكثيف. وهي شجرة معمرة دائمة الخضرة تشبه شكل المظلة. توجد هذه الشجرة فوق المرتفعات الجبلية على جزيرة سقطرة، إذ يبلغ ارتفاع هذه الأشجار الفريدة بين 6 إلى 9 أمتار وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للمعلومات في اليمن.